المقال المختار لكاتب هذا الأسبوع محمد الرطية من صحيفة المدينة بعنوان راجح والوحش، يقول: يذكرني بالواقع العربي ذلك الفيلم الأمريكي الرائع الذي يحمل اسم القرية، تأخذك المشاهد إلى هذه القرية الجميلة الوادعة والتي تحاصرها الغابات من جميع الجهات، قرية كل ملامحها تقول إن زمنها ما بين القرن 18 و19. مشكلة أهل تلك القرية أنهم لا يستطيعون تجاوز حدودهم، فالوحوش المخيفة تترصدهم في الغابة وبين أشجارها الكثيفة، وعند أي محاولة للخروج للعالم الخارجي تبدأ الوحوش بمهاجمة القرية وهي تصدر أصواتها المرعبة. أول من يدخل الغابة ولا يصيبه شيء مجنون القرية، أول من يعبر إلى العالم الخارجي فتاة عمياء، وبعد الكثير من التفاصيل والأحداث تكتشف التالي: القرية تعيش في زماننا هذا في القرن 21، والوحوش كذبة ابتكرها الكبار بزعم حماية القيم والصغار مما يحدث في هذا العالم. مشهد آخر يرسم الواقع العربي نراه في رائعة الأخوين رحباني بياع الخواتم، يقوم مختار القرية بابتكار شخصية وهمية اسمه راجح، لا يرى راجح هذا إلا المختار، وطبعا يتصارع معه، والغلبة دائما للمختار الذي يحمي أهل القرية والذين لا يرونه إلا في خيالاتهم وبصورة مرعبة تفوق الصورة التي ابتكرها المختار ليعزز هيبته وسلطته. تكبر الكذبة ويتضخم راجح، ينتبه اللصوص إلى عدم وجوده ويبدأون بارتكاب السرقات وإلصاقها بظهر راجح. كبرت الكذبة إلى الدرجة التي لا يستطيع مبتكرها أن ينفيها، صارت الكذبة جزءا من التفاصيل والحياة. الكبار في الفيلم الأمريكي والمختار في بياع الخواتم يتكررون في المشهد العربي في كل صاحب سلطة مهما كان حجمها. هناك الكثير من الوحوش المبتكرة وألف راجح افتراضي تتم صناعته لتخويف البسطاء حتى يظل داخل حدود القرية المرسومة لهم. كل يوم يبتكرون راجح، جهة، جماعة، شخصية، فكرة، في داخل كل واحد وحوش صغيرة، ولا بد من ابتكار وحوش خارجة لتقمع وحوش الداخل فيه. السياسي هنا يبتكر الكذبة المناسبة ويصنع راجح. لدى بعض الأمم كذبة كبرى تحافظ عليها أكثر من الحقيقة، هناك كذبات إنسانية عابرة للقارات، الكذبة واحدة وتختلف التفاصيل والأسماء، وهي جزء من الأحلام التي لا يعيش الإنسان بدونها. الإنسان البسيط يبتكر الكذبة، والوحش حتى لأطفاله الصغار يظن أن الكذبة تربي أكثر من الحقيقة. في التراث البعبع وحمارة القايلة: أيها الإنسان، اطرد كل الوحوش التي تعيش في رأسك ولا تصدق أي راجح حتى تراه، لا يوجد وحش أكثر وحشية من جهلك وخوفك، اعبر حاجز القرية للعالم الحقيقي. تفضل دكتور. أتمنى عدم القسوة على ما يحتاج. أبو سيف ما حد يقصر، أبو سيف مبدع يعني. شوف أبو سعد، أبو سيف بدأ الكتابة عام 1991، كتب قصيدة شعبية وبعدين كتب بعدها مقال اسمه الجهرة أول ما تحررت الكويت، أول ما تحررت. بعدين توقف وغاب، التقيت فيه عام 1996 في الجنادرية وكان عنده قصيدة اسمها نسيج شعبية تكلم عن الخليج، قصيدة جميلة. بعدين غاب وطلع في 1999 في صحيفة الزمان اللي يرأس تحريرها سعاد البزاز، وكان يكتب مقال للأمانة جميل جدا، استمر سنة ونص بعدين غاب، لين طلع عثمان الصيني في 2005 2006 يمكن في الوطن بدأ يكتب، لين أوقف من الكتابة. بعدين طلع، يعني هذه شاهدتها أنا المرحلة، طلع في المدينة قبل 4 سنين يكتب، وبعدها لين راح العكاظ قبل شهرين. الحقيقة أنا كبرت محمد لما سألته عن الإيقاف، قال يا أحمد أنا الآن أقول لك الإيقاف أعتبره فشل وليس بطولة. تذكر زمان لما قلت لك أي كاتب يمنع له مقال أو يوقف هو علامة فشل، لأنه أنت لازم تعرف الدوائر اللي تلعب فيها. سألته عن ماذا تعني لك الكتابة وكانت إجابته رزينة وجميلة، قال هي شخصيتي وهي وجودي وهي حياتي، أنا لا عندي تعليم عالي ولا شيء، هو المتنفس الوحيد اللي أنا أملكه للناس. سألته متى تضع العنوان، قال في النهاية. وللأمانة محمد الرطية أنا أعرف، يعني مرة كنت معاه في الطائف قاعد ساعتين في العنوان، يعني ساعتين في العنوان مستحيل، أنا أي واحد كاتب يمكن يقعد من القص بالساعتين، صعبة ساعتين في العنوان. فيبدأ يعني محمد للأمانة من الناس اللي زي البنت اللي تغزل الصوف بشكل دقيق، تقعد شهر عشان تسوي لك فستان، هو نفس الحكاية. أصعب مراحل المقال قال ما قبل الكتابة هي أصعب شيء، يعني فعلا أنه أنا بفكر أكتب اليوم عن يهلب العرفجة، بكتب عن طقس الرياضة، بكتب عن
فضاءات جدة مثلا، يقول الفكرة تتعايش في ذهني فترة وبعدين صبها على ورق، ليس مسألة صعبة. وأنا أتذكر أنه في مقال له قاعد شهر ويشتغل فيه ويزيد، يعني ممكن محمد يكتب المقال 30 مرة ويعيد ويزيد فيه. سألته عن الكتابة الاجتماعية هل مجدية، قال والله ما أدري، سؤال بسيط كذا، قال والله ما أدري، قال أنا علي أكتب وكذا، ويهمني بعد كذا أن يكون صدى، لكن في النهاية ما قبل الكتابة يهمني يطلع المقال بعد، وأتمنى أنه يصل للناس. سألته عن كيف تتحايل على الرقيب، وتعرف محمد الرطيان إذا عديت 10 كتاب في السعودية يعتبر منهم ما شاء الله، كيف تتحايل على الرقيب؟ قال أبدا، كنت أعتقد أنه الرقيب هو مؤسسة كبيرة عسكرية تدخل، بعدين اكتشفت أنه رجل صغير اسمه الرقيب هو رئيس التحرير ولا من ينوب عنه، وهذا إذا عرفت مزاجه وعرفت شخصيته قدرت تتمرر أي فكرة. بعدين سألته قال أحيانا تدخل في العموميات، مثلا لو تنتقد مثلا الشبوك في السعودية، أنت ممكن تنتقد الشبوك تقول والله العالم العربي مليء بالشبوك، وكل الناس عارفين أنك تقصد الشبوك في السعودية، فأنت لما تحط مفردة العالم العربي كل دولة تعتقد أنه هي الدولة التي بجوارها. هذا ما كان من الكلام اللي بيني وبينه. بقي الآن الملاحظات. أول ملاحظة عند الأخ محمد أبو سيف كاتبنا المبدع، الخلط بين لغة المقال ولغة الخاطرة، شكل المقال وشكل الخاطرة. يعني محمد الرطيان أنا كدارس للمقالة ما تقدر تعده كاتب مقال، تحطه كاتب خواطر بشكل مقالات. صحيح أنه أحيانا يكتب مقال لكنه في الأغلب اللي ينشره هو خواطر مكثفة، النص المكثف هذا موجود الآن في أوروبا، وموجود عندنا النص المكثف مع تويتر ساهم أيضا أنه وجود النص المكثف هذا. أيضا الملاحظة الأخرى عدم التفريق بين لغة الأدب ولغة المقال. محمد الروائي لما يكتب ينقله إلى المقال الصحفي، المقال الصحفي أحيانا الناس تجد صعوبة، القارئ اللي يقرأ الصحيفة يجد صعوبة في فاكهة الرطيان مثلا، يجد صعوبة في التداخل معها، فهذه أيضا يحتاج أن يعرفها. من المقالات في الخط الكتابي أيضا اليسارية المشبوهة اللي أنا أسميها اليسارية. شوف ما في واحد من الخليج نفطي يتغنى باليسارية، اليسارية ما تقدر تتمتع بريع لا بس ليش ما في واحد من لأن محمد عنده بير نفط يعني؟ لا 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 مو بير نفط، أنا أقول لك أنك أنت أول ما تنتقد تنتقد أجل البلد اللي أنت فيها، تطالب في توزيع الثروة، تطالب في إعادة توزيع الثروة، لأن اليسارية فكر كامل ما تقدر تأخذ منه شيء. أنا صحيح أنا وأنت مع البسطاء وهذا فكر يساري، لا بس حتى في الوطن العربي جيب لي أي يساري يصرف حقيقي، ما في، حتى اللي ما عنده ما في، بس هو ما نحملها نقد، لا ما نحملها، لا أنا أقول لك إنها ما تقبل من الخليجي من باب أولى من صحيح مصري ممكن أنها تأخذ جدل فيها وتعطي، لكن من الخليجيين ما تقبل. حتى واحد قالوا له واحد ثري يساري قال يا إيش، قال رأسماليتي في خدمة يساريتي، يعني أنا مسخر الفلوس اللي عندي الخدمة. لا بس هذا النقد تقوله هذا نفس قومي، يعني دائما القوميين ينتقدون اهل الخليج فيه. ايوه انا اقول لك بس انا هذا ليس من انطباعك يعرف. لا والله أيوة. والله لا بالعكس انا ما قلت شيء، يعني هذه فيها تعالي من العرب على الخليج. لا والله انا قلت لك الملاحظات في الخط الكتابي. طيب ما بعطلك بس طيب يعني. طيب بعدين من الاخر الملاحظات تجزئة المقال بمعنى كيف تجزئة المقال، انه يكون على شكل مقاطع 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 ايقونات، يعني هو بين البراغراف والتغريده بالضبط. انه لا هو خلينا نقول انه الرطيان غالبا تغريداته تتحول المقال عشان نختصر المقصد. بعدين اخر ملاحظات التداخل بين الحفظ والابداع. احيانا محمد يقرا شيء ويحفظه وبعد سنه يعيد انتاجه بشكل اخر، والفكره هي نفس الفكره، وهذا نوع من الابداع طبعا. لما تجي المزايا الابداع يقول لك تاخذ فكره قديمه ثم تعيد تحويلها، وهذا شيء جيد. نجي للايجابيات. الايجابيات ثقافه الرطيان الواسعه، يعني الرطيان ما شاء الله عليه قارئ جيد نهم، سطور تنم عن قراءة واسعة وعميقة وأيضا متأملة وفاحصة ومنتجة. في ناس تقرأ بدون متن، هو يفحص السطور وما بين السطور. أيضا من البصمة، أيضا من المزايا واللي دائما نشيد فيها ونجدها عند القليل، البصمة الخاصة. الرطيان صاحب بصمة زيه زي خلف زي فهد عامر، مجموعة لهم بصمة، لما تقرأ المقال من غير اسم الرطيان تستطيع أن تصل إليه. أيضا وهذا أول مرة أقوله أنا عن كاتب، ابتكار الدهشة. يعني محمد الرطيان في نصوص مدهش، يعني انت تم تقعد احيانا تلقى سطر الرطيان تقول يا الله كيف الفكره دي جابها، او من وين جابها، وليه ما انتبهت لها انا. يعني زي ما يقولوا في الشعر يقول والله البيت تمنيت ان اقوله، احيانا الدهشه دي تجدها عند الرطيان بكثره. نعم. توجد عند الكتاب بشكل متزامن بس عند الرطيان بكثره وباستمرار. الذكاء والمهاره في انتقاء، هذه اخر المزايا، الذكاء والمهاره في انتقاء المفردات. شوف انا بقول لك شهر يقعد في المقال، والله كلمه بينما لا احط بدالها ربما، اشيل مثلا كلمه هرب لا احط بدالها فر،
يجلس يراوز زي واحد بيشتري سلعة ويروح يكاسر ويرجع ويكاسر ويرجع ويكاسر زي مفهوم التاجر. هذا ما عندي محمد، أحييه وأحييه على نفسه أيضا، وأتمنى فقط عليه أنه يا يكتب خاطرة يا يكتب مقالة. نعم، الله عنده القدرة على الاثنين. نعم. نتمنى له طبعا التوفيق، هو كاتب الآن في عكاظ ننصح بقراءته.